فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته حاكيا عن أهل البدع أنهم قالوا وكذاك أفعال المهيمن لم تقم. المهيمن هو شهيد. المهيمن هو شهيد. وأسماء الله جل وعلا. هو أيضا من لطائف الاعتراض هو بيأتي بكلام المبتدع عليكم السلام عليكم. فهو أيضا يجدد عليهم في هذا لما يأتي بالأسماء ويبتدئ بها، لأن هم أراد ابن القيم يقول وأن من الجناية على العقيدة من هؤلاء المبتدعة جنايتهم على الأسماء الحسنى والصفات العليا، لذلك يعني صدر الباب بالكلام على أسماء الله جل في علاه. نعم. قال وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان، فإذا جمعت كل ده شرحناه خلي بالك. فإذا جمعت مقالته أنتج كذبا وزورا وواضح البهتان، إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف ولا تكليف عبد فان. وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان، فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن. ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنواع الجواهر والحلي. كسى إيش؟ الضمير عائد عليه. لا لا، من الذي يتكلم؟ من يتسرع في الكلام؟ من؟ ماشي، فوت عشان وهناك شيء غيره. الضمير عائد على العجل. طبعا بيتكلم على ان هو يعني هو ده تشبيه بليغ. هو شبهه باليهود بساحر اليهود الاكبر السامري، فهو لبس على الناس وزين ما قاله، أراد أن يوصل إليك ماذا فعل صاحب العجل. زينه بالذهب وبالصوت فعم على الناس حتى قالوا هذا كذا، أنه قال هذا إلهكم وإله موسى فإيه، فنسي. فهنا نفس الأمر، يلبس على الناس، يزين المقال بالتزيينات التي تعمي على الأغمار. وده اللي تكلمنا عنه في هذا الباب، أنه العامة كثير من العامة المشكلة الكبيرة عندهم أنهم لا يفقهون ولا يعرفون الغث من السمين، ولا يعرفون العالم من شبيه العالم، ولا طالب العلم من شبيه طالب العلم. ودي مصيبة تانية يقعون فيها، يعني يحسب أن هذا عالم وهذا عالم، فأقول نأخذ من هذا وذاك، ما هو ده عالم وده عالم، وأيضا من طالب علم وطالب علم. وحقيقة الأمر أن الفرق بينهما كالبون الشاسع، والفرق إيش؟ واسع، لكنهم أغرار أغمار لا يعرفون، فيأتي يتشدق لهم بتزيين الكلمات ليدخل عليهم هذه العقائد الخاربة. هذا الذي فعله الجهم ويفعلونه الآن. ترى قائلهم يجلس يقول أنت إزاي تفتي؟ أنت في 13 علم لازم تحصلهم. طبعا من أعظم العلوم إيش؟ علم العبط. نعم حقا، هذا هو البلاهة، البلاهة والفلسفة مع المنطق، فاهمني؟ يسمونها علوما. وطبعا في هذا الباب يعني يزينون أنفسهم ويدخلون على العوام من أغرار طلبة العلم وغيره، ولا فيقول لك ونحن عندنا الأصول المحكمة
والتراتيب المنمقة والفقه المؤصل والحديث الذي له عندنا فيه وفيه في هذا الباب. الإنسان لما يسمع هذه العلوم وتحصيل هذه العلوم وش اللي بيفعل؟ تنهار قوى ويسمع ويطيع. وده اللي حاصل عندما أرادوا أن يخوفونا بإيش؟ ببعض الحفظة. ده عنده 100 علم حفظ، ده 200 علم حفظ، 300 علم، خليه حافظ 1000 علم، عنده ايه من العلم؟ ما عندوش حاجه، حافظ وما عندوش حاجه في هذا الباب. فلذلك التزيين هي بضاعه الشيطان اصالته، ثم من اتبع هوى او ضل واراد ان يضلل الناس فيضللهم بهذا التزيين. وكثير من هؤلاء تراه فصيحا بليغا، تراه بكاء، تراه رجلا له يعني عبادة، سمة في العبادة وسمة مختلف، يؤثر في العامة بهذا. ولذلك هم يعني يتخير، يعني الذي يستفيد من هؤلاء بيتخير صاحب السمت منهم. ما هو يريد صاحب سمت ليه؟ لأنه هيعمي على الناس بالسمت، وده اللي بيحصل. الحمد لله ما فيش سمت حاجة، ده في طربوش فوق طويل، فهو تطربوش طويل ده مش ممكن الناس تقبله، فهم يعمون على الناس بهذا ويزينون للناس هؤلاء ويدخلونهم عليه، لا سيما ان كان بكاء وان كان فصيحا وان كان يستطيع ان ياتي بالقصص منمقه ويدخلونها على الناس، يدخلونها على الناس والناس يصدقونهم. لذلك قلت انه المساله مساله التزيين، اهل الباطل لا يدخلون الا التزيين، ما يدخلون العلم. أهل السنة مهما كان فيهم العلم عندهم وبهم وفيهم، وأيضا النجاة تكون على ترسم إيش؟ ترسم خطى هؤلاء. فهو يعني شبهه على السامري عندما أتى بالعجل. العجل لا يقبل أن يكون إلها، لكن هو أرعبهم بأمرين، بإيش؟ بالنظر والسمع، المؤثران على القلب. فهو بالنظر يرونه من إيه؟ من أخلاط الذهب والحلي في هذا الباب، بريق في العين. والأمر الثاني السمع، سمعوا إيه؟ له خوار، فقال هذا إلكم وإله موسى فنسي، فصدقوه. نفس الأمر بيحدث هنا مع الجهم على ما يفعل، جناية عظيمة في العقيدة، والناس يقولون أنتم لا تفهمونه خطأ. صحيح محمد عاطف الله يهديه، أنا قلت له أمس تصريحا، قلت له ستكون مبتدع ضال ضايع دينيا، عندك الحرفات لا يمكن أن تقبل بين أهل السنة، وهتكون بذلك الرجل فيك وفيك، أنا أخاف عليك. فقلت له هذا الكلام، قلت له أنت مشكلتك القلب سينحرف والمسألة ستطمس، بينطلع عليك، بيدرس البصيري البوردة اللي كلها كفريات وشركيات، ويقول لك يا جماعة خلوا أهل اللغة هم اللي يتكلموا. طب تعالى مش قسطلاني شرحه؟ صحيح، وأنا كما قلت لكم أهل اللغة بيقولون لغة لغة، وهم عندهم لحن الخلود مش لحن، ما بين كل لحن ولحن لحن. اسمعهم وترى، اسمع سعيد فودة، اسمعه وحطه ضعه على قالب اللغة وانظر. هو صحيح، رضي الله عنك يا محمد، رضي الله عنك، دي أم الباب. لو كانوا أصحاب لغة حقا يجعلون المجاز حاكم على كم وضع اللغة، ومن الله يحكمون الآيات، يحكمون اللغة على ما قالوا الآيات والمجاز، جعلوا كل القرآن مجاز. فين اللغة التي يتعلمونها؟ أين اللغة التي يفهمونها؟ فين لغة العرب أصلا؟ والقرآن نازل بلغة العرب. لو كان حقا كما تقولون لكان سبقكم بها إيش؟ أصحاب اللغة لا، نحن نتكلم في مجالهم، أصحاب اللغة السليقة، أصحاب اللغة السليقة لكانوا قد حازوا السبقة في ذلك، لكنكم مزورون. فرجل البصيري شغال بالكفريات ويقول ما لي سواك، يعني عند حلول الحادث العممي، ما لي سواك، لما تغلق عليه الأبواب بأسرها، باب الذي فيه النجاة هو باب النبي صلى الله عليه وسلم. أين الله؟ ما ترك لله؟ ومن جودك قال ومن جودك الدنيا، من جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح. بيقول لي دي معناها ان هو بيمدح فيه انه جواد كريم بيتصدق. طبعا اصلا لما انت العجب كل عجب لما تجعل الأبلة يؤصل،
فأنا أقول أنت الآن تقول لي الرجل عنده لغة وفصاحة وله معاني والمعنى في بطن الشاعر. قلت خلي المعنى في بطن الشاعر مفيش مشاكل، في بطن الشاعر في أفى الشاعر مفيش مشاكل. ها؟ آه هو في بطن أمه صح والله، خليها في بطن الشاعر، خلي المعنى في بطن الشاعر ما تاخد بهذا. وأنت تريد أن تنقذه من الشركات الموجودة في البوردة، انقذه اعتزل له يا أخي. سابق ذلك ابن القيم في منازل السائرين بيعتزل الأنصاري مفيش مشاكل. نحن لسنا أربابا، نحن لا نحكم على الناس، لكن نحن نقول القول الذي قيل ما وزنه، ما وزنه شرعا، بس هو ده الكلام. اعتزل له ولن نلومك أن تعتزل، خلاص بتحتسب الأجر عند الله جل وعلا أنك تعتزل وتذب على الرجل قد شارف على الكفر بما قال وتعتزل له لك ذلك. لكنك لا تغير إيش، لا تغير ظاهر ما هو مكتوب وتقول ده يحتاج للتقعر تقعر يا ابن الحلال. الله تعالى لما تكلم عن القرآن قال تنزيل رب نزل به الروح على قلبه تكون المنذرين بلسان عربي مبين. فدي بضاعة أهل الضلال، التزيين وأيضا تجهيل المخالف في هذا الباب. لكن إذا كان جاهلا حقا جاهله، لكن أنت بتجهله لأنه خالف فقط وتكفيره طبعا. قال وأتى على الكفر العظيم فصاغه أجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنواع الجواهر والحلي من لؤلؤ صاف ومن إقبان ومن إقيان، فرآه ثيران الورى فأصابه كمصاب إخوتهم قديم زمان، عجلان قد فتن العبادة صوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني، والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنسان. سبحان الله. وإذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان، لم ينجو من أقواله ضرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. أو خذ انظر كيف عم على البشرية بأسرها، أو لم ينجو من أقواله طران سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، ما في إلا الشرزمة القليلة أصحاب الحديث. وهذه من أهمية بمكان أن تتعرف على أصحاب الحديث وتعلم لما الحرب الدروس عليهم، لأن نتكلم في أهل الحديث ثلاثة، هؤلاء ثلاثة من أضل الناس، أول الناس المتكلمة في أهل الحديث المتمذهبة المذهبية الضالة، هم أول الناس كلاما على أهل الحديث، وقالوا جرأتم الناس باحتكاكهم بالروايات، وسأبين لك نقلا ماذا قالوا فيهم. وأئمتهم أئمة المذهب أهل الحديث، أئمة المذهب أهل الحديث، شوف بص أئمة، لنبين لك كيف أفسد المتأخرون الفقه كما قال الشاطبي، أفسد المتأخرون الفقه. والروافض لأنهم يسبون أهل الحديث النواصب. وأهل البدع والأهواء أو الثالث الجهلة. فلذلك شوف قال إيش، من الذي نجا، من الذي نجا؟ أهل الحديث وشيعة القرآن. نعم. قال لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران، من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان. نعم، بس نقف عند هذا وانظر إلى ما قاله المصنف كلاما طيب. قال وقضى على أسمائه بحدوثها، يعني هو بيقول بتنسب لله جل وعلا إيش، مجازا. وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان، نعوذ بالله من غضب الله، أو وصف الله بالنقص هنا. وقالوا لو سمينا الله جل وعلا تعدد إيش، لكن المعتزلة مش الجميع، الجميع يقولون بهذا الباب على أنها حادثة، يكون الحوادث حال الحوادث. فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، لله الأسماء الحسنى كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، لأن أركان الإيمان بالله جل في علاه ثلاثة، أركان الإيمان بالله جل في علاه ثلاثة، الإيمان بربوبية الله جل في علاه، الإيمان بإلهية الله جل في علاه، الإيمان
بالأسماء الحسنى وصفات العظمى. الإيمان بربوبية الله جل في علاه، قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وهذه إيمان بربوبية الله جل في علاه. وأيضا قل من قال الله تعالى ما ماش الحمد لله رب العالمين، وأيضا قول الله تعالى والذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالإلهية، وما أرسلنا من قبلكم رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. آسف يا أستاذ أمال، كان الناس بتفطر يعني، ماذا أفعل معهم؟ عائشة، يعني أنت ذهبت إلى الوالد وسألنا على الوالد ثم تغيبت كل هذا، لما الغياب؟ نادر، ونادر بيأتي الآن ولا نادر بيأتي من الجمعة والسبت؟ لا الجمعة ما بيجيش، بيجي؟ تأخر ولا يعني هو موجود. نعم، فهنا نرى بأنه الركن الثالث هو الإيمان بالأسماء الحسنى وصفات العلى، الإيمان بالأسماء الحسنى وصفات العلى، هذا ركن من أركان الإيمان. لذلك قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، رضي الله عنك أحسن الله لي. كيف أنتم؟ كيف الوالد؟ شفى الله عفاه، أتم الله عليه الصحة، نعم، وأدام عليه الخير، وجعلكم بارين به، جزاكم الله خير. نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهذه الأسماء الحسنى الإيمان بها واجب وركن من أركان الإيمان بالله جل في علاه، أن الله الأسماء الحسنى وصفات الكمال والجلال والجلال والبهاء والعظم. وإذا قلنا بأنه ثبت لله الأسماء الحسنى فإن هذه الأسماء غير محصورة في عدد، وردا على المعتزلة الذين قالوا بأنك لو عددت الأسماء أو الصفات عددت إيش الذوات، يعني يستلزم من عدد الأسماء تعداد الذوات. طبعا هذا مردود عليهم في الكتاب والسنة، أولا نثبت أن الله أسماء كثيرة غير محصورة في عدد. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن الله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، قوله إن الله 99 أسما هذه معناها أن هذه 99 لها مزية عن غيرها، وهي أن من أحصاها دخل الجنة، وأحصاها كما فسره البخاري حفظها عن ظاهر غيب، وحقيقة الأمر أحصاها أوسع من ذلك، عدها واستخرجها من المتفق عليه من الكتاب والسنة، ثم حفظها، ثم تعبد بها لله جل في علاه، ثم ظهر أثرها على أفعاله. هذه الثلاثة إن اجتمعت يكون حقا يدخل تحت طائلة الحديث إن هذا 99 اسما من أحصاها دخل جنة. فالإحصاء هنا إتمام على الأقصى، إتمام وإكمال على ذلك، إتمام الحفظ مع إتمام الاستظهار مع إتمام التعبد بها مع إتمام التخلق بآثارها. الله غفور يحب كل غفور، الله عفو يحب كل عفو، الله كريم يحب أهل الكرم. فالحاصل هذا العدد ليس حصرا لأسماء الله، لأن النبي قال اللهم إني أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك، وكل ذلك لا يعلمه النبي، الكتب السابقة الأنبياء السابقين لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك أيضا واستأثرت به في علم الغيب عندك. فلله الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء لا تعدد الأسماء لا تستلزم تعدد الذوات. في أحد يستطيع أن يدلل لنا على هذا من الكتاب أو من السنة؟ ماشي، قد يقال لك وين فين الشاهد؟ كل الأسماء كلها علم على ذات واحدة هو الله سبحانه وتعالى. ما هو اثبت من الآية.
أول الرحمن أيما تدعو قال له الأسماء ما قالش الذوات. نعم. هو هنا يردون عليك في ذلك يقولون متعددة كل آية تثبت الوحدانية مع الآيات التي ذكرها فضيلة الشيخ كلها تدل على ذلك. ده في المرتبة الثانية في الاستدلال. أنت كما أثنيت على نفسك. طيب نعم وعسلكم الله. أقول عندنا آية أيضا الله تعالى قال أنه ضرب مثل في الكتاب سورة الزمر شركاء متشاكسون ورجلا مثلا ورجلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. هذا مثله بالذي عدد الآلهة فهو يثبت الذات الذات الواحد. ونأتي بكل الآيات التي جاءت على الأسماء ونقول له في هذا الباب على وحدانية الله جل في علاه. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه أدل الأدلة عليه. هذه السورة أغفلها كثير من الإخوة هي أدل الأدلة على ذلك. قل هو الله أحد الله الصمد. أهو الآن هيتعدد الأسماء هو الآن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلله الأسماء ماشي ماشي خلاص. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. هذه ايضا نص في المساله. هذه ايضا نص في المساله. فلذلك نقول هو الان اسماء الله ركن من اركان الايمان بالله جل في علاه وان لله صفات الكمال. لكن الغبي قد عطل صفات الله عطل اسماء الله جل في علاه. والتعطيل على اقسام ثلاثه: تعطيل كلي وتعطيل جزئي وتحريف بمعنى التعطيل. تعطيل كلي وهذا تعطيل الجهل الذي أنكر عليه ابن القيم. فده تعطيل كلي عطل بأن عطل عن أسمائه وعن صفاته. لم يكتفي تعطيل الأسماء والصفات. فقالوا لا سميع ولا سامع ولا بصير ولا بصر ولا قدير ولا قدرة. نعوذ بالله من غضب الله. وهذا تعطيل كلي. وذلك قال فانظر إلى تعطيله. نعم. الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن وأفرخهم أصحاب التعطيل الجزئي المعتزلة وهؤلاء متناقضون خرجوا عنه ولم يخرجوا. أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات. والأشاعرة معطلون أيضا ولكن جزء تعطيل لأنهم أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات. دي زيادة على المعتزلة الآن. زيادة على المعتزلة بعض الصفات ثم عطلوا بعد ذلك بالتأويل الذي بالتحريف الذي زعموه إيه؟ زعموه تأويلا. قال ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على كفر. أن التعطيل كفر في كل أحواله كفر. فالتعطيل الكل كفر لأنه لازمه تكذيب القرآن وتكذيب السنة. لكن ليخرجوا من ذلك ماذا قالوا؟ تعرفون ماذا قالوا ليخرجوا من ذلك؟ إيه؟ ننزل. ده اسمه التزيين. ده سيأتي. ده اسمه التزيين. كفر ولا غير كفر؟ تعطيل نفسه في نفسي. هل تعطيله كفر أم لا؟ ساكتون. ممتازون على استحياء. التعطيل كفر فيه تكذيب لله وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح ولا لا؟ هم يخرجون من هذا وانهم يقولون يعني يسمون الله باسم الرحمن الرحيم الغفور. يقول لك مزاجا مجازا يسمونه مجازا. ده المعتزلة.
تعطيل أصحاب التعطيل الجزئي، تعطيل كل الجهمية والمعتزلة تعطيل الجزئي. طبعا أي مبتدع ضاء الشيطان نفسه فعل ذلك. نعم. من الذي في ضمن ده التعطيلي من نفي ومن جحد ومن كفراني، وبين وجه الكفران كيف يكون؟ قال لك إنه أبدى المقالة هكذا في قلب التنزيه للرحمن. شوش على الناس هنا، دخل في المسألة الثالثة التي نتكلم فيها، وهو أهل الباطل وكيف يتعاملون بباطلهم وكيف يدخلون على الناس باطلهم بهذا التزيين، يزينون الباطل، وهذا يساعدهم الزمان، يساعدهم الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما أعرف موجود، ما كانش في يدي، وكان في أي في يد أحد فعل ذلك. طيب احنا قلنا في هذا الباب على الكفران، يساعد، لا يساعدهم في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من المسألة العظمى، وهي النبوءة بما في آخر الزمان بين يدي الساعة، ها سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الروايبضة. وش اللي حدث هنا؟ ما الذي حدث؟ أدخل على الناس تزيينا، تنزيه الرب أول شيء، بشاعة الإثبات. أدخلوا على الناس أمرين بالإجابة والسلب. الأولى بشاعة الإثبات، إذا أثبتت لله يد، أنامل، أصابع، نزول، حركة، أنت شبهت الخالق بإيش؟ بالمخلوق. إذن يتكلم له أسنان وأدراس وشفة ولسان، نعم يتحرك، يبقى كده المشي كمشي الإنسان. بشاعة الإثبات ده البداية، تهيج مشاعر الناس من أجل أن نعم. وبعد ذلك التزيين، قالوا لابد من تنزيه الله، لله القدسية العظمى، الله جل في علاه له الكمال والبهاء والعظمة والجلال، فننزل الله عن تشبيه، ننزل الله عن تشبيه. فجعلوا التعطيل تنزيها، وحقيقة الأمر أن التعطيل عدم، والعدم ليس وصفا، يعني ليس وصف كمال، أقصد ليس وصف كمال في هذا الباب. فإذا نقول العدم ليس وصفا، هو عطل عبد عدما في حقيقة أمري وسماه تنزيها ليدخل على الناس. وهذه طريقة الشيطان أصلا، كما قال الله تعالى وزين لهم الشيطان إيه؟ أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، وزين لهم سوء عملهم. فمسألة التزيين ده عمل الشيطان أصالة، مسألة التزيين تزيين يعني الباطل والباس الباطل لباس الحق، هذا عمل الشيطان. ولذلك ابن صياد يعني يتمتم تمتمة ويتكلم بكلام يحسبه الناس أنه يتكلم عن صحب السجف الغيب، وقد فتحت له ويتكلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال وما أتيك؟ قال أتيني صادق وكاذب. قال خلط عليه في هذا الباب. ولذلك هو تكلم بكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقية. النبي قال له خبأت لك خبيئة، فقال له إيش؟ الدخ. فأنت ترى يعني أصحاب قلب الحبيب والكواكب والنظر إلى برج الثور وبرج هذا يزينون الكلام للناس، تزيين الكلام للناس في هذا الباب يدخل على كثير من الأغمار. وده فعل أهل البدع الآن، فعل أهل البدع الآن يصدرون صاحب السمت الطيب، صاحب اللفظ الجميل، صاحب الأساس في الكلام وتقريب الكلام، يكون روعة بيان كما يقولون روعة بيان في هذا الباب. فيدخل على الناس ويبدأ واحدة واحدة يشوش على العقيدة الصحيحة وتنطلع على الناس العقيدة الباطلة. مش طالع راجل بيلعب حديد وتكلم كل ما يحدث، ما مش اللي بيلعب حديد ده اللي بيتكلم على اللي بيلعب حديد، ما هو بيلعب حديد وكمان. فكل مسألة يطلع يتكلم عليها، وأهل السنة من الأشاعرة، ويدخل على الناس هذا الكلام، وهو رجل مفوض أصالة، هو لا يعرف مفوض، مش عارف، هو بياخد كلام بيحفظه بيقوله عشان يقربه للعام. وهذا خرج الناس أنه منظر ومؤصل ومناظر للملاحدة، فاهمه؟ ده إدخال هو إدخال. والتزيين بعد ذلك والكلام عشان بعد ذلك الناس جميعا، نعم شفت عمله في الملحد الثاني، رأيت ماذا فعل؟
تأثير. حتى طلبة العلم الأغرار الأغمار قال لك يا أخي احنا نحمده على ما وفيه. طب والطوام الكبر اللي انت شايفها في تقطيع العقيدة والتلبيس على الناس في هذا تزيين كل ذلك إغراءات وتزيين هذا عمل الشيطان وعمل أهل البدع والضلالات تزيين القول للناس. لذلك هم لما يتكلمون يقولون وأهل السنة ينزهون الله عن كل نقص وعن كل عيب. ومن النقص أن تثبت له الأصابع والأنامل، لأنك لو أثبتت الأصابع والأنامل قد شبهت ويأتي لك بمقدمات ونتائج ويقول لك وحجة الإسلام. قال الغزالي وقال الإمام العالم التفتزاني، قال الجويني، ويخوفك بكل الكتب المدروسة التي لهم حقا تحقيقات عالية جدا، وكتب على الكتب الستة كالقسطلاني. قسطلاني هذا مشكلته أم المشاكل، القسطلاني هذا أم المشاكل في هذا الباب، وهو الذي يعني يقول بأن توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية لا يعترف، ما فيش في شيء اسمه توحيد الإلهية عندهم، ناهيك على الشركات الكبيرة التي يتكلمون بها. فالمسألة مسألة ليست بالهينة، تزيين. ولذلك هو قال الإمام المصنف هنا قال لكنه أدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن، وده ليدخل على كثير من الأغرار الأغمار. نعم. قال وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمتي الثيران. حقيقة الأمر أيضا لا يتبع هؤلاء الضلال إلا أصحاب هوى، لأنه ما عبد العجل إلا أصحاب الهوى. كثير منهم لم يفعلوا ذلك، كثير منهم لم يكونوا. وكثير منهم يقولون يعني يقولون اتباعا لهؤلاء، وأن سواد الناس هو هؤلاء فلا بد أن نتبعهم. فمسألة مقالة الجهمية ومن اتبعهم من المعتزلة والأشاعرة في هذا الباب يعتمدون على أننا السواد الأعظم 99% الناس. أنت تعالى وقف الناس أنت وسألهم على عقيدة أشاعرة ولا أحد فاهم شيء في أي شيء. لا يستطيعون ولا يجرؤون أن يسلمون العقيدة هكذا على العوام. مشكلة كبيرة، الغمر الضعيف في العقل. ها؟ هذا أمر عظيم. الغرض المقصود أن لهم في هذا التزيين، ولهم أناس يسمعون له، أناس يسمعون لهم. وأنا أقول كثير ممن يسمع لهم أهواؤهم أو جهلهم، وهل هم يعذرون بالجهل عند ربهم جل في علا؟ المسألة فيها تفصيل. لكن الأهواء هذه، لأنه كثير من هؤلاء يعني لهم مناصب في قلوب الناس، يعني مناصب في قلوب الناس، لهم مكانة في قلوب الناس كعالم طيب مخلص قد أدى كثيرا، فبيكون له منصب في قلوب الناس، فيبدأ يدخل عليهم العقيدة. لو كان قاصدا سيحاسب، لما يكون قاصدا ويرى أن هذا عقد السنة الجماعة، هذا عند ربه إن شاء الله يكون يعني معذورا في هذا الباب. قال وكساه أنواع الجواهر والحلة من لؤلؤ صاف ومن عقال. المسألة هناك أنه كما قلنا أتى بالباطل وألبسه لباسا مزخرفا مبهرجا، والبهرج يؤثر على العامة، البهرج يؤثر على العامة، لكن الراسخ طالب العلم المتقن لا يتأثر بمثل ذلك. فشبهه بما فعل السامري على هؤلاء، قال على بني إسرائيل يعني. قال والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، والمعنى هم أصحاب قشور. وهذا الذي قلناه الأغرار الأغمار، ما عندوش عمق. ونفس الأمر حتى أصحاب الفقه الضعافة في هذا الباب لا يعمقون النظر لمعرفة المقاصد وأصل إدراك الفهم على المقاصد، لأن أنت عشان تكون فاهما حقا لابد أن تدرك مراد القائل، مش قول القائل، مش معنى قول القائل. يعني الفقه على معرفة العلماء لغة هو إدراك مراد القائل، لا فهم معنى إيش القائل. الإدراك، وهذا الإدراك لا يتأتى إلا بعمق النظر لتدرك في هذا الباب. لكنهم يؤثرون على الأغرار الأغمار، لا ما في خروج على الأغرار الأغمار، لأنهم أهل ظواهر وما عندهم عمق في المعاني.
لذلك شوف يعني تكلم عنهم بكلام يثبت ما هم فيه من ضعف وضعف عقل وضعف فهم وضعف علم، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. ثم أتى بأنهم أثروا على كثير من الناس وما نجا منهم، قال لم ينجوا من أقوالي طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. لذلك وجب علينا أن نقف وقفة مع هذا، لأنه أثروا على العامة وحق لهم أن يقولوا نحن ثلاثة أرباع الناس أو أكثر من ثلاثة أرباع الناس، نحن أهل السنة والجماعة 99% أشاعرة. فهو بيقول لم ينجو إلا الشرذمة الصغيرة، إلا أهل الحديث وشيعة القرآن، ولا تجد أهل الحديث إلا أهل التمسك بالقرآن. تركت فيكم من تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك أشرف الناس على الإطلاق، وأتقن الناس علما على الإطلاق، وأقوى الناس تأصيلا وعمقا وعبادة وخشية ونصرة للدين أهل الحديث على الإطلاق. لما قال البخاري وبوى في كتابه، وأيضا نقرأ كلام أحمد في قوله صلى الله عليه وسلم، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرهم من خلفهم ولا من خذلهم، قال هم أصحاب الحديث، قال هم أصحاب الحديث. أصحاب الحديث هم أصحاب إرث النبي حقا، أصحاب الحديث هم فوارس الميدان، أصحاب الحديث هم الذين صدرهم الله جل في علاه لجلاء بيان القرآن، وصدرهم الله جل في علاه لنصرة دين النبي العدنان. أصحاب الحديث هم الجهابذة، هم العلماء، هم النبلاء، هم الحكماء، شرف أهل الحديث، المقصودون في كل حين وفي كل آن بقول النبي العدنان. أنا أريد شيئا وأتاني في ذهني شيئا آخر، أنا أفكر وأنا أتكلم، فأقول يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورث الأنبياء، فأعظم الإرث هو حصيلة السنة، فهؤلاء المقصودون بها إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أهل الحديث هم أكثر الناس صلاة على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذه هذه يعني مدار النجاة والسداد والفلاح والرشاد، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة يا رسول الله، فكان صاحب بن حبان قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال ما ظننت أحد يسألني أول منك، وهو أول وهو سيد المحدثين. يعني هذه المكانة الراقية السماوية تتبوأها أبو هريرة بسبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما ظننت أحدا يسألني عن ذلك أول منك، أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة علي صلى الله عليه وسلم. هم أهل الحديث، يكتبون الحديث فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون الحديث فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكرون الحديث فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثرة الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث. شرف الحديث هم ترجمان القرآن، لأن ترجمان القرآن السنة، سنة النبي العدنان، كما قال ربنا الرحمن في القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فهم أهل ترجمان القرآن، فهم أولى الناس بالقرآن. لما جاء عمر بن حصين يتكلم عن الحديث فقال له رجل نحي عنا ما تقول، ما نريد إلا أن تكلمنا بالقرآن، قال والله وأنا ما أريد إلا أن أتكلم بالقرآن، لكني أخاطبكم عن القرآن بأعلم الناس بالقرآن، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس أخذا بالكتاب والسنة هم أهل الحديث. أكثر الناس أو أقل الناس خصومة هم أهل الحديث. لما هم أقل الناس خصومة؟ لأنهم يعلمون أن الخصومة والمتنازع فيه رد إلى الله وإلى الرسول، ما اختلفوا فيه شيء فحكموه إلى الله، فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فهم يعلمون أن الكل يرجع إلى الله وإلى الرسول، كما قال الشافعي إلى الله إلى الكتاب، وإلى الرسول إلى سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فهم الذين يرجعون أقل الناس خلافا، وهم أعظم الناس أخذا من الكتاب والسنة، فهم أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس أخذا بالكتاب والسنة، وهذا هو العلم. لم يسلم أهل الحديث يعني من ألسنة المناوئين والمخالفين، مع أن نجات في أهل الحديث، والغرق كل الغرق
في غيرهم. ولذلك ترى المتهلهلة المتمذهبة أكثرهم إيش؟ أكثرهم أشاعرة، أكثرهم معتزلة، أكثرهم إعوجاج، انحراف عقدي لا مثيل له، لا مثيل له. تجد خطا طويلا الكوثري ومن بعده، طيب حتى السبكي، حتى ابن السبكي، يعني هات كل المتأخرين الشافعيين من وين أتوا بهذه العقيدة؟ أين إمامهم؟ لما لم يأخذوا من إمامهم الأصيل الإمام الشافعي؟ خلينا نسمع كلام ابن السبكي والسبكي، ونسمع كلام ابن الصلاح، نسمع كلام هؤلاء في أصابع الله وأنامل الله، ونسمع كلام الشافعي في أصابع الله وأنامل الله، ونرى التباين العظيم بين إمامهم إمام المذهب وبينهم. كيف تخالفونه في أصول النجاة وتوافقونه موافقة تامة، حتى أنها لا تحيد قيد أنملة في مسائل الفروع التي من خطأك فيها لا يستطيع أن يفسقك. ولد اقعد بقى، أنت راح جاي اقعد اقعد، ما تروحش فيه خالص. دلوقتي يفسقونك؟ لا. يبدعونك؟ لا. يكفرونك؟ لا، إلا إذا كانت في العبادة مخالفة للسنة، هذا أمر آخر، لكنك غير معرض للتكفير والتكفير والتفسيق. لكن العقيدة أي خلاف، إما أن تكون فسخا، إما أن تكون مبتدعا ضالا، إما أن تكون كافرا، تخالفونها في أصول المذهب، ثم بعد ذلك في أصول الاعتقاد، ثم تقولون نحن نأخذ به في فروع المذهب، ولا أحد يخرج، وإمامي أعلم فترى أكثر الناس نجاة واستقامة وضبط عقيدة هم أهل الحديث، وترى أكثر الناس انحرافا هم الذين يعظمون الأشخاص فوق سيد الأشخاص، يعظمون، يقول إمامنا يعلم، إمامنا يعلم. طب ما قول إمامنا يعلم في الأصابع والأنامل، طب قول إمامنا يعلم في إيش؟ إمامنا يعلم في الحب والبغض والنزول والإتيان، قل ذلك. إمامنا يعلم، ليه ما لم تقل إمامنا يعلم؟ ما في إمامنا يعلم، ما في. فالحاصل بأن يعني أعدى أعداء أهل السنة ثلاثة، أكثر الناس نجاة هم أهل الحديث، وأضلهم عن النجاة أهل البدع وأهل الأهواء، أهل البدع وأهل الأهواء. ولذلك في 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 علامات الساعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تعرفون في علامات الساعة إيش قال؟ قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وأعجبك الذي رأي برأيه فإيش؟ فانتظر الساعة، أو قال عليكم خاصة نفسك. هذا الأمر لا ترده إلا في أهل الأهواء في هذا الباب. لذلك ترى اختلفت أقوال الناس في أهل الحديث ثلاثة. أهل الجهل جاهلون بتاريخ أهل الحديث وبعلم أهل الحديث، أهل الجهل وأهل البدعة والأهواء أهل التمذهب، أصحاب الآراء المتعصبة، المتعصبة لأصحاب آرائه، لأئمة آرائه، لا المتزلمين الذين أخذوا المذهب على حقيته كما بيناه قبل ذلك. وهذا سيأتي، أعد إنه الجمعة القادمة إن شاء الله في بداية الدورة، إن شاء الله الجمعة في الدورة القادمة بإذن الله في بداية، لأن أنا أركز على تحصيلة علمية معينة عقدية وأصولية وتقعيدية للإخوة. سأبدأ في الانحرافات محاضرة تامة، انحرافات التعليمية، لنبين ضابط التعليم الحق على المذهب وغيره، كما بينا الانحرافات العقدية، الانحرافات التعليمية أيضا سنبينها ونشوف ثمرتها حتى على مر التاريخ، على مر التاريخ والحجارة التي ألقي بها ابن جرير الطبري، طيب، وعمه قبره بسبب هذه الترهات الانحرافات التعليمية مع التقليد المذهبي الأعمى. فأقول منهم جاهل، والجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب، وكلاهما يعادون أهل الحديث، وكلاهما يعادون أهل الحديث. ولأن يحيى بن معين نفسه قال عن تكلم في الشافعي، فقيل للإمام أحمد يحيى بن معين يتكلم في الشافعي، قال أو قال أو تكلم، إن الشافعي يتكلم بكلام لا يفهمه يحيى بن معين. قال يحيى بن معين يجهل ما عند الشافعي، ومن جهل شيئا عداه، جعل لك أصلا أصيلا تفهم فيه كيف الناس يفعلون. عندما يجهل ما تقول إيش؟
على المعاداة. ما هو دخل علينا وقال لك انا داخل بس فقط عشان ادعو عليكم. هو دخل مخبول مهبول مهووس مهروس. دخل يقول لك انا داخل يا وهابية عشان احضر الناس المسلمين من الكويت علي. طيب يا عم يا عم المنادي يا رب تاخدك النداهة وتريحنا. ها مش ده, ده مش مروح. لا ده ده مغروز متمسمر متمسمر بيحرك فاهم يتحرك وممكن يتشقلب. شفت العسكري يتشقلب اللي هو في اللعبة الصغيرة نفس الأمر. دخل قال لك أنا داخل لأدعو عليكم من أجل أن يذهب الله ببيضتكم. ليش؟ قال لك يا مجسمة يا مجسمة يا ممثلة. وأنا قلت لكم الرجل بعث عريضة كبيرة قال أكفر أهل الأرض على الغرفة. ليش المجسم الممثل في هذا الباب؟ فدخل هذا اللي هو المخبول داخل يقول يدعو. ليش؟ لأنه يعادي يعادي وهو جاهل. لو جلس ويستمع أقول له تعال تعال من الذي قال ينزل ربنا ثلث الليل الأول أو ثلث الليل الأخر؟ من الذي قال ذلك؟ النبي. طب لو كان فيها شيء كما تقول أنت يتركنا نفسنا مع الضلال ده؟ ها؟ يتركنا هكذا؟ هو الذي أمر أن كل نفع يأمرنا به وكل ضر ينهانا عنه؟ ها؟ ويبلغ تمام البلاغ ويبين تمام البيان هكذا؟ إذا أنت بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فهذا أو جاهل بما تقول. لو جلس يستمع وأنت أتيت له طب من الذي قال ويأتي ربك الملك صفا صفا؟ من الذي قال بذلك؟ الله أنت أعلم ولا الله جل وعلا. فالحاصل أنه يجهل يجهل فيعادي. ومن جهل شيئا عداه كما فعل يحيى بن معين مع الشافعي. وفي حد يعادي الشافعي؟ في حد يتكلم مع الشافعي؟ ده اللي بيتكلم مع الشافعي قد فتح باب إيش؟ باب جرح فيه. يعني من تكلم في الشافعي قد فتح باب جرح فيه. قد علمنا جهلك وغباءك. هناك تتكلم في المسلمين الشافعي ك- 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 كالمخبول الآخر يتكلم على البخاري. قد علمنا نقصان ما أنت فيه من رتبة لما تكلمت على البخاري. قد علمنا الإعوجاج والخبث والنفاق في القلب عندما تتكلم على ابن باز والألباني وابن عثيمين. عندما يذبح الرجل الذبيحة بعد موت ابن باز عيسى المانع عليه من الله ما يستحق هذا الضال المخرف ذبح بقرة تامة تامة يعني فرحا بموت ابن باز في هذا الباب. نهيك بقى الإخوة من ليبيا. يعني ليبيا فيها أفاضل صراحة لكن دخل الإخوة من ليبيا دخلوا يسبوا في الألباني والألباني بيشتم عائشة والألباني بيقول ويبحثون عن أخطاء الألباني يتكلمون بها. ها خزدان خزدان من الله جل وعلا خزدان من الرحمن. وذلك لما تكلم ابن حزم على الترمذي قال له بعض العلماء قولا عجيبا. مش قال له قال قد نادى ابن حزم على نفسه بالنقصان لما تكلم في الترمذي. في الترمذي تتكلم من أنت تتكلم في الترمذي؟ فحقيقة الأمر هنا في هذا الباب معادات لجهل وأسوأ منه معادات صاحب الجهل المركب. صاحب الجهل المركب طبعا الجهل الذي لا يعرف الشيء العلم أن تدرك الشيء على إيه؟ مطابقا على حال مطابق. طيب هذا العالم الجاهل يقول لا أعرف لا يعرف. الجاهل يأتي لك بالخط الآخر المناقض يعني يعلم علما إيه؟ مقلوبا. يعني تقول له ما هو شهر الصيام يقول لك شهر ذي الحجة. ده جاهل مركب. تقول له في غزوة أحد من الذي قتل؟ ها أو من الذي يعني أو قل له سؤال أسهل من ذلك يا أخي. ما لازم تصعد ما 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 من 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 الذي يعني من الذي ترى قتل المسلمين؟ ده سؤال جيد لأنه سؤال لرجل قال له كفار قريش. قال ما تقول كفار لا تقول كفار قل المخالفين المناوئين. ده 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 اللي بيقال عليه فقه فقيه الأم. طلع له الراجل اللي هو ايده اطول من 34 متر معروف هو مين؟ مش عارفينه. ده من ابرع الممثلين في 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 في, في يعني في نجوميه الاعداد والبرامج. مش متعرفش ايده اطول من ودانه. طب ما كل واحد ايده اطول من ودانه. انا جبت حاجه جديده. ده اسمه رمز لشيء اخر للي يفهمه يعني.
فهو قال له يا عم هم كفار مش ابو جهل. قال لا تقل كفار. ده جهل جهل مركب. بيقول خل المخالفين ها عشان اخواته يا شباب. استغفر الله. قال له قل المخالفين. هذا جهل جهل مركب. جهل مركب. فجهل المركب هو ايه؟ هو الذي يعرف العلم على 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 على, على غير ما هو عليه. فهؤلاء أسوأ عداوة لأهل العلم. ليه؟ لأنه بيقول إن نزول نزول الأمر نزول الملك. فإذا قال نزول الأمر نزول الملك يبقى معناه إنه هو فاهم فهما مغلوطا وحاسب أن هذا فهم المغلوط هو العلم. لا هو العلم. فيرد عليك يبدأ يشتد عليك في هذا لأنه علم أن النزول هو نزول الملك والملك هيقول من يستغفرني يغفر له. فده ده ده من أسوأ الناس عداوة لأهل الحديث الذي يجهل جهلا مركبا لأنه عنده في وده أصعب واحد تتعلمه. هذا أشق واحد ممكن يتعلم لأن الكأس المملوءة لا تملأ ما ينزلكش. كأسه مملوء لا تملأ لابد من إفراغه ثم تنظيفه ثم ذلك التعليم في هذا الباب. ما تأتي تثبت الصفات والأسماء وهو يؤولها يرى أن هذا هو العلم. يرى أن هذا الجاهل مركب. ده أسوأ الناس عداوة للحديث لأن الحديث يقولون أمروها كما جاءت. يعني أمروها كما جاءت تفويت ها؟ نعم تفويت. أي تفويت؟ تفويت الكيف. تفويت الكيف. نعم. والصنف الثاني صنف المبتدعة أصحاب الأهواء. هؤلاء أعدى أعداء الحديث. هؤلاء أعدى أعداء الحديث. ما ترى مبتدعا قط إلا وسب أهل الحديث. ابن تيمية مسبوب عند هؤلاء. البخاري بيسب. المسلم بيسب. أهل الحديث عند أهل الأهواء يسبون. لما؟ لأنهم أهل آراء وأهواء. والأصل أنك متبع للآثار. لذلك قال عمر الخطاب أيها الناس اتركوا الرأي للأثر. فقد رأيتني في صلح حديبية وأنا أعارض النبي صلى الله عليه وسلم ففعلت لذلك أفعاله. ولأن المبتدع أهل الحديث وأهل الأثر يظهرون بدعته ويبينون أن السنة خلاف ما يقول. فذلك يقول المتخلفة عندهم جهل باللغة. هم لا يفهمون اللغة فهما دقيقا. تراهم متجمدين ظاهريين. ده اللي بيقال أهل البدع يقولون بذلك. ولذلك هم كما قلت اتهموا ابن تيمية حنبلا. اتهموا ابن تيمية أنه ايه؟ ظاهري. ظاهري. فقال هذا جمود. وده اللي خذ بقى أنت الألباني الله جعله أروع مثلا لك أمام هذا. كل أهل البدع وكل طائفة البدع يقولون أول شيء ما بيعرفش في اللغة. شفت لحن قال أربعه ما قال أربعه. فاهم ازاي؟ يأتي بهذا يقول لك أو شوف لا يعرف شيء. والثاني يأتيك ويقول ويقول عليه ده ظاهري عنده جمود لا ينظر ليس له نظر. هذا هكذا أهل البدع على أهل الحديث وأهل الأثر. هكذا يقولون ويقدحون في أهل السنة. أهل السنة يكشفون ما هم فيه من زيف وبهرج وأنهم على بدعة ليسوا على سنة وأنهم خالفوا ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ويبينون حتى عقابهم. ولا يختلجن أناس من بين يديه فيقال أماتي أماتي فيقول فيقال له يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهؤلاء أيضا يعني من 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 أعظم الناس ضلالا ومن أعظم الناس عداوة لأهل الحديث. هؤلاء أيضا أصحاب التعصب للمذاهب مع الحديث. سأتي. سأتي. فالحاصل المتعصبة لآراء الرجال يبغضون أهل الحديث. وذلك يقولون نعم ما أحد يقرأ الحديث. يعني أنا قلت لكم أكثر من مرة قالوا ما حدش يطلع الحديث. ما حدش له قوة أنه يفهم الحديث. الحديث دول متنطعون. ذلك أخونا أصلا حتى وإن كان أخ فاضل جدا لكنه قال لي طيب أنت لما تربط الناس بالحديث هيجرأهم على الاجتهاد. يا أخي أنا ما جرأهمش على الاجتهاد. أنا أعلمهم فقط يعني أن يلتزموا بالسنة ويلتزموا بأن الدليل هو الحاكم في الباب. الدليل هو الحاكم في الباب. ولذلك قال أبو المظفر السمعاني قد لهج بذم أصحاب الحديث صنفان.
أهل الكلام وأهل الرأي طبعا التعصب يدخل معهم في هذا الباب، فهم في كل وقت يقصدونهم بالسلب والعيب وينسبونهم إلى الجهل وقلة العلم، وفي الحقيقة ما سلموا إلا دينهم، نعم، وما سبحوا إلا في هلاك أنفسهم، لأن الحق عزيز وما عزتي يدعيه كل أحد حتى أهل الباطل، لكنهم لا يصلون إليه، هذا مني، وإن على الحق نورا ولا يبصر نور الحق إلا من صف الله قلبه بالنور، ولا يكون النور هذا إلا بالكتاب والسنة، هذا معنى الكلام. وقال الأوزاعي: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث، مش الحديث بس، إلا أبغض الحديث، تيجي تكلمه عن الحديث يزمجر يزمجر، ويحاول قد كان أنه يطرحه يضعفه، يقول لك هذا له تأويل مثلك لا يفهمه، مثلك لا يفهمه. شوفوا انظر الأوزاعي علامة الشام يقول: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله بحديث يخالف بدعته إلا أبغض الحديث، مش أهل الحديث، إلا أبغض الحديث، نعوذ بالله من غضب الله. وأنت ترى تلوي بعض النبلاء، أنا أقول لأنه الفكر كان حاكم عليه عندما رد حديث إيش؟ ها؟ حديث لا ينفع قوم ولا أمر امرأة، قال لو البخاري رأى تطشر، متى ما ابن البخاري ماله؟ هو ده كلام البخاري؟ هو ده كلام البخاري؟ ولا كلام من؟ هو البخاري يستطيع يتكلم هذا الكلام؟ لا يفلح قوم ولا أمر امرأة، قال لو رأى تطشر ما قال مثل ما قال، تطشر أغراقت انجلترا، لو بتفهم لو كنت تعقل أصلا، تطشر أغراقت انجلترا. وبعدين يأتينا أيضا من النبلاء الذين نحبهم يتعالى ويعادي أهل الحديث، وبعدين يتكلم على الحديث كده بهذه الطريقه، يعني عجب انه يعادي الحديث بهذه الطريقه ويسميهم معاداه، ويخالفوا بقى في طريقه التصحيح والتضعيف. خالف يا عم في طريقه التصحيح والتضعيف، وفي حد يستطيع يحجر عليك المخالفه في التصحيح والتضعيف؟ خالف طالما عندك الاله، خالف، فاهمني؟ ومش هناخد بالمخالفه او ناخد بالمخالفه، هذا ليس لك، هذا لنا، لاننا نستطيع نرجح من الذي اتقن من الذي لم يتقن. لكن المخالفه تدعوك للعداوه، يبقى في القلب شيء، المخالفة تدعوك للعداوة يبقى في القلب شيء. والسير مع أهل البدع يميل القلوب غبشا، يميل القلوب غبشا. ولذلك كان الصحابة يعني قال ابن عمر يقول له: قل له أنا بريء منه ومني براء. ده يا عم دي في ده فرع مش في أصل. لما علم بمؤذن بعث إليه قال: يا ابن عمر والله إني لا أحبك في الله. فبعث له في ظهر الكلام: والله إني لا أبغضك في الله. وعم يقول له بيحبك، وتاني يقول له أبغضك في الله. قال: علامة يا ابن عمر؟ قال إيش؟ تلحن تمطط في الأذان وتأخذ على أذانك أجر. ده فرع من الفروع. قال: أبغضك في الله. فما بالك بقى في القدر لما اكتنفاه؟ وإيش قال ابن عمر؟ قال: قل لهم إني منهم براء وهم مني براء. وأتى بحديث جبريل الطويل في مسألة الأمر أنف، مسألة القدر من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله إلى أن قال: والقدر خيري وإيش؟ وشره. فالحاصل لابد أن تعلم أن أهل البدع السير معهم يغلي القلب، ما يصم الأذان، لا، الأذان تكون مفتحة ليسمع بدعتهم، لكن القلب خلاص شوش، ما فيش نقاء، ما يعرفش يفرق بقى هنا، لا يجعل الله له فرقانا. الإمام مالك جاء رجل يتكلم معه قال: يا هذا سلم لي ديني، أنت كان في إنك شيء يروح اذهب في حيرة في دينك، اذهب إلى غيره. ولذلك قال الأوزاعي قال: يبغض أهل البدعة الحديث، تكلم الحديث كأنك بص قلبه يسود. يعني في ناس كانوا سألوني عن شيء أنا ما بردش، لأن أنا مش أستطيع أرد بأريحية، هرد ملتزما ردا طيبا، وإلا سيكون المطر الذي ينزل غوصا مغيثا، فأنا أصلا أنت ما يكونش في مطر غوصا مغيثا، فإن فبرد على جد، لكن بقول هذا ليس بكلامي، هذا بكلام النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لي بالتصريح، بالتصريح مش عايز اسمع ادله، ما عادش يتكلم بالادله، ما عادش يتكلم بالادله في هذا الباب. ليش؟ انه شوف بغض الحديث، البغض الحديث مشكله. اهل البدع ما يستطيعون، لان هو ماشي بالهوى، ويوم ما تعطيه على حديث يوافق هواه يطير به في السماء، يطير به في الهواء. نعم. قال أحمد بن القطان، أحمد بن سنان بن القطان:
ليس في الدين ليس في الدنيا أسف ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث. ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث. جربها وشوف, جربها وانظر, جربها وانظر. ليه بيحاربك المتمذهب؟ بيحاربك عن تكلم بالحديث. لما؟ ليه بيقول لك لا ما تكلم؟ مفيش مفيش. إمامي قال, السادة قالوا, والسادة سادة ابني, مفيش سيد غير سيد النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش سادة غير سيد النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حد سادة عندنا, في سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء السادة هم الذين يدلون على السيد, سيد الناس أجمعين الأولين والآخرين. ده الصحيح. فنحن نسير خلفهم لنصل بهم إليه, لكن نصير خلفهم ليحجبون عنه, هذا فعل البدع والأهواء. قال ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث. وإذا ابتدع الرجل نزع الله حلاوة الحديث من قلبه. يا رب استر علينا, اللهم استر علينا. نعوذ بالله من البدعة, نعوذ بالله من البدعة ومن أهل البدعة, ونعوذ بالله أن نأوي مبتدعا أو ندافع عنه, ونعوذ بالله من حب البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا, لعن الله من آوى فيها محدثة. قتيبة بن سعيد البغلاني شيخ لأصحاب الكتب الستة, ما في أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة, قال إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فإنه على السنة, ومن رأيته على خلاف ذلك فهو من أهل البدعة. إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فاعلم أنه على السنة. لذلك شوف يعني يعلم الله ما أسمع عن أحد يهتم بالحديث سواء كان عالما كان محبا, المهم أسمع عنه أهل الحديث إلا وأذهب أريد أقبل يديه وأرسل إليه بالرسائل وأحب أن أقترب منهم. فقال هنا قتيبة بن سعيد إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فاعلم أنه على السنة, ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع ضال. فأهل البدعة يبغضون أهل السنة. وانظر كيف كان بغض ابن أبي دؤاد للإمام أحمد حنبل, انظر إلى بغض ابن أبي دؤاد للإمام أحمد حنبل. وحمل المأمون حمل أمير المؤمنين على بغض أحمد حتى جلده بيده, حتى جلده بيده. وانظر إلى أهل الأهواء في كراهيتهم لأبي هريرة, أو الكوثري الغبي, هذا الكوثري الغبي وهو ينتقص من أبي هريرة من أجل المذهب الحنفي, ينتقص من أبي هريرة من أجل المذهب الحنفي. فلا تجد أهل الأهواء إلا يبغضون أهل الحديث ويبطنون لهم العداوة, وإن سلموا عليهم بضحكات إلى السماء هم يبتطنون لهم العداوة. والصنف الثالث هم المتعصبة لآراء الرجال, وهؤلاء الذين ذكرهم أبو المظفر السمعاني أدخلهم تحت أهل الأهواء. وقال العلامة الدهلوي في كتاب تاريخ أهل الحديث فإنك إذا قلت لهم جاء الحديث الصحيح في تحريم القتال بمكة لبادر وقال في مذهبنا جواز القتال بمكة, وإذا قلت له قد جاء يعني جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب, إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين لبادر وتسرع يقول في مذهبنا يجوز الصلاة والإمام يجوز الجلوس بدون الصلاة أو شبيه بذلك. فيقول إذا قلنا لهم قال رسول الله قال مذهبنا يقول, إذا قلت لهم قال رسول الله قال السادة الفلانية والسادة العلانية يقولون هكذا. قال العلامة الدهلوي قال هؤلاء أصحاب التعصب للآراء إذا ذكرت لهم الحديث بادروك بالمذهب ومذهبنا كذا, تقول لا يجوز بيع العينة يقول ومذهبنا عند السادة الشافعية بيع العينة جواز على الجواز, تقول لا يجوز رهن المبيع عند البائع لأنه ليس مخالف لمقتضى العقد يقول الحنابلة وعند السادة الحنابلة يجوز رهن المبيع من أجل ضمان المال إذا كان منجما, وإذا قلت ثمن الكلب خبيث
حرام. قال مذهبنا السادة المالكية أن الكلب طاهر فيجوز بيعه ونأكل ثمنه، إذا أراد أن يحج به حج به. تقول المرأة التي تزوجت بلا ولي وشاهدي عدل فنكاحها باطل، يقول ومذهبنا نكاح المرأة بغير ولي أنه على الصحة، فيعارض الحديث بالمذهب وبالسادة الفلانية. فقال هؤلاء أعدى أعداء أعداء الحديث. وذلك قال بعضهم أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا ولم يعلموا قدر الحديث، أما أهل الحديث فهم أهل الحق، وهم الصحابة، وهم التابعون، وهم تابعوا التابعين، هم الذين تمسكوا بسنة النبي الأمين، حيثما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. نعم، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ابن قتيبة فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحق من جهته واتبعوه من مظانه وتقربوا إلى الله تعالى باتباعهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا لآثاره وأخباره برا وبحرا شرقا وغربا، ضربوا أجباد الإبل للوصول للحديث، الرحلة في طلب العلم. جابر رحل، أبو أيوب رحل، سعيد بن سعيد يقول كنت أرحل الأيام والليالي لحديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحل ودار الدنيا مرتين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري دار الدنيا أيضا أو أغلبها، يحيى بن معين دار الدنيا مرتين مع الإمام أحمد. كل هؤلاء كانت الرحلة يطلبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يتحملون المشقة من أجل الوصول إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي القول في السنة يعني التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الإقرار بشهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. أهل السنة هم الجماعة الأولى للمسلمين، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم السلف الصالح. أيضا حينما ظهر أصحاب الرأي بالغوا في الأخذ بالآراء وقدموا القياس على النصوص. تعلمون كيف كان يبغض يعني أهل المدينة أهل الكوفة؟ كان البغض فقط أنهم حسبوا أنهم يصدون عن الأثر. ولذلك لما قال سعيد بن المسيب على مسألة الدية أنها لما وصل للثالث جاء الرابع فايش قلت الدية 10 20 فقال لهم بعد ذلك 20 قال يعني لما زادت المصيبة قلت العقوبة أو قلت المكافأة. فكيف قال ابن مسيب هذا الكلام لما عورد بك؟ قال عراقية يعني أنت عراقي. وأنس أيضا لما عارض في المسألة قالوا عراقية يا أنس عراقية، يعني هم كانوا يبغضون الرأي مع وجود الأثر. ولذا جاء نور الله بطل نهر معقل. ولذلك حتى أبو حنيفة برأ نفسه من هذا الباب، برأ نفسه من الباب وقال نقدم الأثر على القياس. وده أجلاه ابن الهمام في فتح فوائد القدير الغني عندما قال بحديث القهقهة، وقال يبطل الوضوء وتبطل الصلاة بالقهقهة. انتم معي ولا لا؟ تعرفون هذه المسألة؟ الحنفية قالوا بأنه ضحك في الصلاة بصوت بطلت الصلاة، ده باتفاق. قالوا وان تقدر الوضوء لابد يتوضأ، والجمهور قالوا ان الوضوء ايش القهقهة ليس لها علاقة بنقض الوضوء، فقالوا والقياس لا ينقض. صاحب 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 فايد القديم قال والقياس لا ينقض، القهقهة لا تنقض الوضوء، لاننا اجمعنا على انه لو قهقهة خارج الصلاة لا تبطل ايش وضوء. طب وش الفرق بين الصلاة ومن داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ ما في فرق. قال لكننا نعمل بالاثر. واتى بحديث البيلماني عبد الرحمن البيلماني، وهو حديث ضعيف مرسل ضعيف، وحديث أيضا في رواية أخرى على جهالة في السند. الغرض المقصود بأنهم برأ نفسه
بتقديم السنة على الرأي، تقديم السنة على الرأي. صراحة المسألة فيها كثير يعني في هذا الباب، حتى أن بعض العلماء قال نتبجح على أهل الآراء والأهواء ونقول أئمة المذاهب وأصول المذاهب على اتباع الأثر على السنة لا على الرأي. ولذلك قالوا وأصل أبي حنيفة في الكلام كأصول أصحاب الحديث، إلا في مسألتين فهو القائل رحمه الله تعالى صح الحديث فهو مذهب. وأيضا طبعا قال قولا آخر، هو قال إيش؟ قال إن وجدتم قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، خذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو قال أرقى من هذا كلاما. طبعا أن هذا الكلام ليش أقول أرقى؟ استغفر الله، أقول أقوى يعني في الدلالة على براءتي من هذا الكلام، لأن هذا الكلام لو ما قالوش كانت المذبة تكون كبيرة جدا عليه. أو أتكلم على السنة، لا أقوى من ذلك. وش قال؟ قال وإن جاءنا القول عن الصاحب فعلى الرأس وحبا وكرما، وإن جاءنا عن التابعين، هو تابعي أصلا ومن صغار التابعين، وإن جاءنا عن التابعين وش قال؟ قال فهم رجال ونحن رجال. يعني هو أصلا ما تكلمش على النظر إلا مع التابعين. في الصحب جعل الصاحب قول الصاحب حجة، وهذا الذي حدث ابن تيمية القائم يقول بأن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن قول الصاحب حجة، وأيضا هذا خطأ من ابن تيمية، لأنه هو ابن تيمية أخذ القول القديم للشافعي، والمعتمد للشافعي أن قول الصاحب ليس حجة في ضوابط في هذا الباب. لكن القول القديم هو الذي عليه الأثر وعليه الناس، على الأثر عليه الناس، القول القديم بأن قول الصاحب حجة. الناس ماتت شوف كتاب الرسالة عندك، ها؟ ولا السمك نيمهم ولا ده الناس ماتت، ما أصلا ماتت ما باتتش، المشكلة عندي كبيرة، ما مش دعوة. القطار إذا أخ الدكتور محمد مصطفى الله يكرمه معايا الرسالة عندي في الكتاب في الشنطة، كان يقول لي يا أخي أنت توربيني، الناس اللي يركب يركب واللي يقع يقع واللي يموت يموت. قلت له نعم، لأن القطار لابد يبلغ إلى إيه؟ المحطة. كتاب رسالة، وده أعظم ما يكون في هذا الباب. يعني بلغنا إلى 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 علاقة السنة بالقرآن. بالله أيام ما كنا هنا المحاضرة الأولى والثانية والثالثة اللي هي الدورة، هيعمل إيه؟ يقول له ده كده لغاية ما ناخده المقابر، كل لغاية ما نحمله المقابر بإذن الله تعالى. ما لنا إلا ذلك ولا نملك إلا ذلك، كتاب الرسالة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.